أهلا بحضراتكم في تقرير جديد من الجريء تي في. مبروك يا زملكاوي، الفارس الأبيض يتأهل رسميا في البطولة الإفريقية. أول قرار من باتشيكو بعد الصعود وطلب رسمي لمصطفى محمد، وإليكم التفاصيل. أهلا بحضراتكم ويوم سعيد عليكم بإذن الله. مبروك يا زملكاوية، بداية الانتصارات الإفريقية. الزمالك يتأهل رسميا في دوري المجموعات بعد انسحاب فريق جازل التشادي. أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف نادي الزمالك رسميا بالصعود لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد انسحاب فريق جازل التشادي، وتلقى مسؤول الزمالك إخبارا بالتأهل لمرحلة المجموعات بشكل رسمي بعد انسحاب جازيل ليصبح أول الصاعدين لهذه المرحلة. وتؤكد اللائحة أن انسحاب الفريق من خوض مباراة يعني الانسحاب من البطولة كاملة. مبروك، خبر سعيد كنا ننتظره، وذلك لسببين. السبب الأول لإراحة اللاعبين بعد مجهود طويل وشاق، والسبب الثاني حتى لا يتعرضون لإصابات، خاصة وأنهم مقبلين على مباراة القمة أمام الأهلي. في المرحلة الحالية نشد من أزر الفريق وندعو له بالتوفيق في كل خطواته، وهي فرصة للجان الزمالك المشكلة حاليا بالتغلب على مشاكلها في التجديد مع اللاعبين. وبإذن الله نرى الزمالك فريقا قويا في مباراته القادمة ويرد عمليا على الأهلي. نتمنى أيضا عدم موافقة أي شخص في الزمالك على تأجيل المباراة، لأن الأهلي يضغط حاليا لتأجيل مباراة القمة بعد تفشي وباء كورونا بين نجوم الفريق. أول قرار من باتشيكو بعد صعود الزمالك رسميا وانسحاب بطل تشاد. في أول قرار له عقب انسحاب فريق جزيرة التشادي وإعلان الزمالك رسميا متؤهلا لدور 16، قرر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح لاعب الفريق راحة من التدريبات اليوم. ويأتي هذا القرار في ظل عدم وجود مباراة في الوقت الحالي للفريق الأبيض، وبالتالي استفاد من هذا الوقت في راحة اللاعبين قدر المستطاع. وتسلم الزمالك خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف يفيد بانسحاب الفريق التشادي من المباراة وإعلان الزمالك فائزاً ومتؤهلا لدور الـ16. وجاء هذا بعد انسحاب فريق جزيرة التشادي من اللقاء بسبب عدم تمكنه من الحضور إلى الأراضي المصرية من أجل خوض مباراتي دور 32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم. كما أوضحت عديد من التقارير الصحفية فإن هناك أزمة بين النادي التشادي ووزير الرياضة هناك بسبب منع الفريق من السفر ضمن إجراءات منع تفشي فيروس كورونا. لذلك لم يستطع الفريق التشادي حل أزمته، وأبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الذي بدوره أعلن هزيمة الفريق التشادي وصعود نادي الزمالك لدور المجموعات من المسابقة. كثير من ذكر أن الزمالك هو وصيف النسخة الماضية، حيث خسر المباراة النهائية أمام غريمه والتقليد الأهلي بهدفين لهدف. على فكرة يا جماعة، يعني الظروف متقاربة لفريق التشادي، منعوا وزير الرياضة هناك من السفر وهم رافعين قضية أمام القضاء الإداري ضد الوزير، والوزير بيعاندهم وهم بيعاندوا الوزير. وما زالت الرياضة الإفريقية سواء في مصر مع وزير الشباب أشرف صبحي أو في تشاد مع وزير الرياضة هناك متشابهة. وشوف يا أشرف صبحي، أنت رجعتنا لحد فين؟ لحد تشاد. نضرب المثل الآن بما يحدث في الرياضة المصري، ما يحدث في الرياضة في تشاد. ولك الله يا زمالك، ولك الله يا جمهور الزمالك. ويسعى الفارس الأبيض بالنسخة الجديدة إلى مداواة جراحه والوصول للنجمة السادسة الغائبة عن خزائن القلعة البيضاء منذ عام 2002. الزمالك استأنس في تدريباته غدا استعدادا للقمة. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء بشكل طبيعي استعدادا
لمواجهة الأهلي في الجولة الرابعة ببطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم مساء الاثنين المقبل. الزمالك يقدم طلب للكاف بعد انسحاب جازيل التشادي. قرر مسؤولي نادي الزمالك التقدم التماس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف لإلغاء عقوبة مصطفى محمد مهاجم الفريق بالإيقاف لمدة مباراتين التي حصل عليها عقب أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي عقب مباراة نهائي أبطال أفريقيا والتي خسر الزمالك لقبها. يأتي تفكير مسؤول الفريق بسبب الضرر الواقع من عدم مواجهة جازيل التشادي وهو ما سيطيل لمدة عقوبة مصطفى محمد الذي كان من المفترض أن تنتهي عقوبته خلال مباراتي الذهاب والعودة أمام جزيرة التشادي. هذا كل ما لدينا في موضوع التأهل الإفريقي. انتظرنا لتأكيد الخبر ووصول قرار من الكاف وإرساله إلى مصر بالتأهل الإفريقي. مصطفى محمد في كلام كتير هنقولك عليه في تقرير مساء اليوم النهارده إن شاء الله، ولكن كل ما يهمنا الآن أن يكون في خبر سعيد خبر مفرح، ونقول للزملكاوية ألف مبروك تأهل الفريق ل المرحلة التالية في البطولة الأفريقية، ويا رب يكون ده دافع حلو إن هم يقدموا مباراة قوية جدا جدا قدام الأهلي. الملعب يا رجالة هو اللي هيرد كرامتنا في مباراة الأهلي ولا شيء غير ذلك. بالتوفيق لفريق الزمالك وبالتوفيق لجمهور الزمالك. الأخبار المفرحة لما بتهل إن شاء الله هتيجي ورا بعض. تمنياتي ليكم بيوم سعيد إن شاء الله.